صنع دوليا الجزائري اسحاق بالفضيل الحدث بعد ان اصبح اكثر لاعب ارتباك ارتكابا للاخطاء على مدافعين في البوندسليغا وهذا ب 61 خطا في 1246 دقيقه وكان بالفضيل خلال الايام الماضيه محل انتقاد ايضا لهذا السلوك الرياضي لفريقه فردر بريمن على قرار المدير الرياضي فرانك بومان الذي انتقد اندفاعه الشديد وغير المبرر